هذه الألعاب ممتعة جداً. أوه، بطني يقرقر، أنا جائعة. من يصرخ هناك؟ سأذهب وأتعامل مع الطفلة الآن. هذا لذيذ. أوه، ما الذي أحدث هناك؟ أنا بحاجة ماسة للركض إلى الإنقاذ. أنا في طريقي. وداعاً أيها الآيس كريم. أنا أحب الرقص في الظلام، لكنني أستمع إلى أحدهم يصرخ. علي أن أذهب وأرى ماذا يحدث. شيء، اتبعني. أنا جائعة جداً. من فضلكم قدموا لي بعض الطعام. اذهبوا واطبخوا لي جميعاً. أريد هذا. معكرونة لذيذة. حسناً، اتفقنا. سأفعلها. إذن لنبدأ. سأصنع المعكرونة في قدر، كلاسيكية مع كاتشب، يحبها الأطفال. كيف يمكنني اختبار سخونة الماء؟ أها، شيء، أنا بحاجة إليك. هيا أدخل إلى المقلاة. أنت لا تريد أن تنزل إلى المقلاة؟ تعال ادخل. أيها الشيء المشاغب، أريد التحقق إذا كان الماء ساخن. نعم، بناءً على ردة فعلك، الماء ساخن بدرجة كافية. لست بحاجة إليك الآن. سأضع الكثير من المعكرونة هناك، سيكون لذيذ. أين الطحين؟ ها هو، سأفتحه الآن. أنا ملطخة. كم أنت فوضوية. عذراً، هذا يحدث. نعم، هذا الطحين مناسب لي. سأقوم بعمل عجينة متعددة الألوان. أحتاج إلى دقيق وبيض. وسأعجن العجينة الآن. هكذا برفق. يا لها من عجينة معكرونة محلية الصنع، فقط رائعة. هذا ما أحتاج. يبقى فقط تقطيع العجينة إلى قطع. والآن لدي كرة رائعة. أنا أيضاً بحاجة إلى تلوينها. سيكون لدي معكرونة ملونة. معكرونة من قوس قزح، مناسب للطفلة. والآن من هذه الكرات سأصنع أسطوانات، مثل هذه الأسطوانة الخضراء المبهجة. أريد لف كل الأسطوانات من باقي الألوان. والآن سأقوم بتوصيلهم معا. يا له من جمال. حسناً، المعكرونة جاهزة. سأضعها برفق على الطبق. نعم، لطيف جداً. أوه، ماذا يوجد هناك؟ أوه، نظاراتي. لقد تم تصديقها، أنا لا أرى. أوه، نعم، هذا هو الكاتشب اللذيذ. جدتي، دعيني أساعدك. الكاتشب مغلق. ها هو ذا، لقد فتحته. أوه، شكراً لمساعدة جد العجوز. هذا سوف يرضي جوع طفلتي. أوه، لماذا؟ الآن هذا ممتع. جدتي، يا له من كابوس، لم أكن أقصد. أنت الآن يمكنني الرؤية. حسناً، يمكنني أن أسكب الكاتشب بهدوء الآن على المعكرونة. هذا أفضل. طبق رائع. سأضع هذه المعكرونة على الطبق، لكن من الواضح أن هناك شيء ما مفقود. شيء، تعال إلى هنا. أحتاج إلى طلاء أسود، أحضره الآن. نعم، هذا هو الطلاء الذي يناسبني تماماً. الآن سأقوم بتلوين هذا الطبق باللون الأسود، لوني المفضل. والآن يتناسب الكاتشب بشكل جيد مع المعكرونة السوداء. أسكب الكثير من الكاتشب على المعكرونة. والآن أضع بضع عيون مارميلادية هنا. والآن طبقي مثالي، أنا سعيدة بنفسي. يا لها من فوضى. نحن جاهزون، تفضلي. حسناً، هذا طبق غريب جداً. لا أريد حتى أكله، لكنني سأجرب على أي حال. مزيج غريب جداً من مارميلاد ومعكرونة. حسناً، هذا ليس لذيذ أبداً. أنت لا تفهمي شيء. لكن هذا أحبه. معكرونة كلاسيكية مع كاتشب. علي أن أجربها، لأن جدة تطبخ بشكل رائع. جدتي، أنت فعلاً رائعة. المعكرونة لذيذة. شكراً عزيزتي. شكراً لك. واو، ما هذا؟ معكرونة مذهلة.
سألتهمها بالتأكيد. إنها جميلة جداً، وكيف هو طعمها؟ واو، هذا مذهل! لذيذ! هذا هو الطبق الفائز! نعم، أنا سعيدة جداً، أحبك! هذا انتصار! كيف ذلك؟ سأتناول كل المعكرونة الآن! والآن اصنعوا لي شيئاً لشربه! كوكتيلاً لذيذاً! المهمة مقبولة! أكيد لا مشكلة! لا توجد أسئلة! لدي كل شيء لصنع كوكتيل ممتع ورائع! سوف أضع هذه البودرة الفوارة هنا! وسأدعها تسخن في الفرن! أسكبها وأخذها الآن! سأحصل على كأس مع طعم مشرق للغاية! والآن أنتظر قليلاً، وهذا كل شيء! هذا جزء من مشروبي جاهز! أعود بسرعة إلى مقعدي! بالطبع، إلى أين بدون السكيتلز؟ هذا ألذ شيء! سأضع الكثير منهم في كأس احتفالي! هكذا أسكبهم! والآن أضيف بعض السبرايت! لكنها لا تفتح، علي أن أهزها جيداً! أوه لا! لقد انسكبت علي! أنت كالخنزير الملونة! حسناً، لا بأس! لقد جففت نفسي! والآن علي إنهاء مشروبي! هذا ما كنت أريد بالضبط! على الرغم، هناك شيء مفقود! نعم، الكريمة ستكون مفيدة لي! إضافة الكريمة إلى الكوكتيل سيكون لذيذ للغاية! والآن سأضيف القليل من الحبيبات السكرية! على الرغم، لا، سأضيف الكثير! نعم، مشروبي رائع! بالطبع مشروب رائع، لكنه غريب! أما أنا سأقوم بتقطيع الكرفس، لأن طفلتي تحتاج إلى الفيتامينات كثيراً! مع الكرفس سيكون المشروب ألذ وأكثر صحة! لا أريد أن أحرم حفيدتي من الفيتامينات! لذلك سأصنع العصير في الخلاط! وأسكب مشروب الكرفس الرائع في هذا الكوب الرائع! بعض الأوراق الخضراء! وسيكون كل شيء جميل ولذيذ! كوكتيل صحي من جدتك! هذا مثالي! لا أستطيع أن أشيح نظري! ماذا؟ لماذا تنظرون إلي هكذا؟ الآن سأصنع خاصتي! أولاً سأضيف أسلوباً وسحراً إلى زجاجتي بزخرفة حمراء حلوة! أنا أحب اللون الأحمر كثيراً! انتهيت! الآن سأضيف السبرايت! إنه شفاف وسيكون من السهل مزج اللون الأخضر فيه! شيء! أحضر لي المكونات التي أحتاجها! هيا انطلق! يا له من شيء رهيب! سأبقى بعيدة عنها! أتساءل كيف سأتعامل مع الكريمة! شكراً لك شيء! الكريمة لن تضر! يجب أن يكون هناك الكثير منها! الآن سأضيف هذه العيون! بل أكثر من ذلك! سأضيف المزيد من شراب الفراولة إلى هذا العصير! وها هو مشروبي جاهز! يبقى فقط إضافة الأنابيب! انتهينا! تفضلي! واو! كل شيء جميل! يا له من كابوس! ما هذا؟ كيف يمكن شربه؟ يبدو فظيعاً، لكنني سأتذوقه على أي حال! إنه لذيذ جداً! نعم، هذا المشروب رائع وطعمه لذيذ! الآن سأتذوق واحداً آخر! ما هذه الرائحة؟ شيء فظيع! لن أجرب حتى! وهذا يبدو جميلاً جداً في مثل هذه الزجاجة! وأنبوب ممتع! يا له من مشروب لذيذ! نعم، أحببت هذا أكثر! سوف ألعق الزجاجة الآن! واو، طعم مذهل! حامض جداً! لكنني أحببته! نعم، إنه المشروب الفائز! نعم، لقد فاز! انظروا إليه!